مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدين في مساء طبعا كله تميز وإنجازات في مساء الخير، برنامج مساء الخير اللي حاكي الخير اللي في البحرين كله، ومع عناوين حلقة اليوم: أكتوبر شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفي فقرة الصحة النفسية بنتعرف على التسوق القهري أسبابه وطرق العلاج، وفي فقرة إنجازات رياضية بنتعرف على أول مدربة بحرينية لفريق كرة سلة رجالي. مشاهدينا، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، تسعى المؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين بقدر الإمكان لنشر التوعية الصحية وطبعاً السليمة للكشف المبكر. للحديث حول شهر التوعية وأهميته، يسرنا أن نرحب بالدكتورة رجاء عيد، استشارية جراحة عامة وجراحة المناظير وأورام الثدي والترميم. هلا فيك دكتورة، حياك الله، شرفتينا ونورتينا. يعني بداية، شنو الهدف أن ذي المناسبة تكون يعني في شهر أكتوبر تحديدا، أن يخصص هذا اليوم في شهر أكتوبر تحديدا؟ شكرا أستاذ أخ عصام على هذه الاستضافة. واجب، شكرا لك. تسلم. هذه الاستضافة، يعني إحنا نثمن هذه الاستضافة لأنها تعطينا فرصة ل إضاءة الضوء على أهمية سرطان الثدي والكشف المبكر. صحيح. سؤال جدا مميز، ليش شهر أكتوبر وليش شهر سنويا للتوعية بسرطان الثدي؟ هذا يأخذنا شوي في التاريخ إلى سنة 1985. هني كانت البذرة لمثل هذه المشاريع، كانت عبارة عن في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعية الأمريكية للسرطان. بالتعاون مع شركة أدوية بريطانية عريقة جدا في تصنيع الأدوية التي تستخدم في مجال علاج سرطان الثدي، وبالتحديد العلاجات الهرمونية. فبالتعاون بين المؤسستين خصصوا أسبوع كان لمجرد التوعية وتحفيز النساء على أهمية الفحص المبكر. لما لاقى هذا الأسبوع رواج والنساء لاقوا أن النساء فعلا مقبلين على مثل هذه الأمور، وبزيادة توعيتهم الإقبال صار أكثر وأكثر. نشوف اليوم الأسبوع صار شهر. صحيح. والحدث كان إقليمي فصار حدث عالمي. عالمي، نعم. فخصص شهر أكتوبر من كل عام للتوعية. طبعاً شهر أكتوبر هو تجديد رسالة. هذه الرسالة موجودة في جميع الأشهر، بس ليش خصيناها بشهر أكتوبر؟ طبيعة الإنسان لما تكون وتيرة واحدة للأمور يحدث نسيان، تغافل، لكن لما نصب كل الجهود في شهر واحد نزيد الوعي المجتمعي، نحرص على التذكير الدائم بأهمية هذه الفكرة. صحيح. لاحظ تشجع كبير بين النساء، هي رسالة لما نخصصها في شهر واحد نعيد قضية فذكر بأهمية هذا الموضوع، فتكون ذكرى سنوية لإعادة نشر الوعي. جميل، ندش في الجانب التوعوي، يعني نحاكي هذه المناسبة. أكيد إحنا كإعلام لنا دور، وهو دور داعم لكم يعني أكيد، ودور مكمل إن شاء الله لكم. يعني متى المفروض يعني أن المرأة أو البنت ما أعرف تبدأ الفحوصات الاحترازية، خلينا نقول إحنا؟ أوكي. طبعاً إذا بنتكلم عن الفحوصات الاحترازية لسرطان الثدي، ممكن نقسم النساء إلى فئتين. الفئة الأولى هو النساء بمعدلات إصابة منخفضة، بخطورة بمعدلات إصابة منخفضة، تشمل معظم النساء، خلينا نقول مما لا عندها تاريخ مرضي أو مو معروف إنها حاملة أساساً جين يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الثدي. في هذه الحالة كل النساء مما تجاوزنا سن الأربعين ننصح سنوياً بإجراء أشعة الماموغرام. والحمد لله متوفر في مملكة البحرين الفحص الدوري، يبدأ سنوياً أو كل سنتين من بعد سن الأربعين. الفئة الثانية من النساء اللي نتكلم دائماً عنها هي الفئة التي تصنف بمعدلات خطورة مرتفعة، مثلاً النساء بتاريخ مرضي، بإصابة سابقة، تاريخ عائلي طبعاً، تاريخ عائلي مرضي، بإصابة مثلاً سابقة، أو حاملة، أو هناك شك أن المريضة حاملة لأي طفرات جينية، أو هناك أي تغيرات في الثدي. في هذه الحالة
ننصحهم بضرورة استشارة الطبيب المختص بحيث أن توضع خطة علاجية للفحص الدوري، وتكون مثلا قد تكون بإضافة الأشعة بالرنين المغناطيسي أو أشعة بالتصوير بالأشعة فوق الصوتية. بالإضافة إلى هذه الأمور ننصح جميع السيدات تقريبا من عمر 20 إلى 25 شهريا القيام بالفحص الذاتي للثدي، بحيث تتعرف المرأة على طبيعة أنسجة الثدي فتكون أكثر شخص يعرف إذا حصلت أي تغيرات فيراجع الطبيب المختص إن شاء الله. يعني أنت الآن تكلمتي دكتورة عن خطة علاجية وقائية يبدو اللي أنت تكلمتي عنها، فبالتالي أنا استنتج من ذلك أنه يمكن الوقاية من هذا المرض، صحيح؟ يعني إذا يمكن، إذا كان يمكن الوقاية من هذا المرض، بعد نبي نعرف إحنا كيف يمكن الوقاية من هذا المرض. صعب الإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا. نتمنى لو كنا نملك الإجابة وأن نقول نعم ووصلنا إلى مرحلة أن ممكن الوقاية من سرطان الثدي. للأسف إلى حد اليوم ما في طريقة معينة تهدف إلى الوقاية. قد تكون موازنة أمور، لما نعرف معدلات الخطورة ممكن نحد من معدلات الخطورة فنقلل من معدل الإصابة. فإذا تكلمنا عن معدلات الخطورة نصنفهم إلى جانبين. الجانب الأول أمور بمعدلات الخطورة غير قابلة للتغيير، كون المرضى من الإناث هذا شيء غير قابل للتغيير، أو معرفة أن المريضة فعلا تحمل طفرات جينية فهذا شيء مو قادرين نغيره، أو التقدم في العمر، جميع السرطانات تزيد من معدل الإصابة مع التقدم في العمر، يعني فهذه عوامل غير قابلة للتغيير. في الطرف الآخر أو في الكفة الأخرى هناك عوامل ممكن تغييرها، لذلك دائما ننصح المرضى المحافظة على الوزن المثالي، اتباع نظام صحي وغذائي متوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، تجنب استخدام العلاجات الهرمونية إلا إذا كان هناك داعي ضروري طبي لمثل هذه الأمور وتقنينه، كما أن إحنا الرضاعة الطبيعية نشجع الرضاعة الطبيعية لأنها تعد من عوامل الوقاية من سرطان الثدي. هذه عوامل ممكن أن إحنا نعدلها بحيث نقلل من معدلات الإصابة، ولكن جميل. للأسف لليوم ما في وقاية بشكل تام. جميل. يعني احنا بعد فحص مبكر لاكتشافه في مرحلة مبكرة. احنا بعد دكتورة مهم ان احنا نستثمر وجودك في تسليط الضوء على جهود الدولة، يعني ممثلة في وزارة الصحة الموقرة، في يعني التوعية، الجانب التوعوي، وايضا في الجوانب المتعلقة بالتشخيص ومن ثم ايضا العلاج، مراحل العلاج. اوكي، فالحمد لله في مملكة البحرين وصلنا الى جهود جدا كبيرة في مجال أول مجال الفحص المبكر وسرعة تشخيص المرض، وهذه الجهود تضاهي الجهود العالمية. فإذا تكلمنا عن الفحص المبكر هناك برنامج للفحص المبكر يهدف إلى تذكير النساء من خلال المراكز الصحية بضرورة هذا الفحص، إرسال رسائل للنساء بضرورة القدوم إلى المراكز الصحية لإجراء الفحص. هناك تقريبا 4 مراكز صحية منتشرة في مملكة البحرين تقدم هذه الخدمة. نعم. إذا جينا للجانب الثاني هو مجال التشخيص، أي مريضة سوف تكون هناك أي اختلافات في الفحص الدوري يتم تحويلها إلى المستشفيات المتخصصة ومجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الحكومية. نعم. هناك وفرنا حديثا ولله الحمد منذ سنة عيادة متخصصة لأمراض الثدي. في خلال هذه العيادة تكون زيارة واحدة إلى العيادة، عندما تشتكي المريضة من أي أعراض قد تكون نذير لسرطان الثدي يتم فحص المريضة في هذه العيادة، أخذ التاريخ المرضي، أخذ الأشعة في ذات اليوم، الأشعة الضاغطة وأشعة التلفزيون، بالإضافة إلى العينة في نفس اليوم. فهذا يعني يقلل الفترة الزمنية المصاحبة للانتظار ويساعد في سرعة اكتشاف المرض وبالتالي بدء العلاج. هل نسب الإصابة عندنا مرتفعة في البحرين؟ للأسف نعم. مرتفعة؟ خلينا نتكلم آخر إحصائيات تبع منظمة الصحة العالمية لسنة 2022، سجلت حوالي 324 إصابة في البحرين. إذا صنفناها مقارنة بالنساء، 44% من السرطانات المسجلة في النساء كانت لصالح سرطان الثدي، فهي نسبة جدا عالية.
تقدر تقريبا 58 إصابة لكل 100,000 نسمة، وهذا عدد جدا يعتبر كبير، وهي السبب الأول للوفيات الناتجة عن السرطان. ففي البحرين نعم نعاني من أعداد كبيرة ومن أعمار نسبة صغيرة، مرتفعة، ولكن فيها الجهود تتكاثف من أجل اكتشافه في مراحل مبكرة. جميل، يعني إذا احنا خلينا نختم دكتورة بنصيحة يعني ترتبط بأهمية الفحص المبكر، طالما أن احنا نتكلم عن نسبة مرتفعة عندنا إلى حد ما في البحرين. من منصة شهر أكتوبر أشدد وأعيد وأجدد سنويا هذه الرسالة، ضرورة الفحص المبكر. اكتشاف المرض في مرحلة متبكرة يعزز كثيرا من نسب الشفاء، فتعود المريضة، قد تكون رحلة العلاج صعبة ولكن بعدها تعود إلى حياتها الطبيعية، تزهر، تبدع، ترجع إلينا كأم، ابنة وزوجة. نعم طبعا، يعني جهود الدولة وجهودكم أنتوا يعني أطقم طبية أكيد يعني هي جهود حثيثة وجهود مهمة وجهود اليوم يعتد بها حقيقة كنماذج، يعني اليوم احنا على مستوى المنطقة أكيد نسب الإصابة مرتفعة عندنا، ولكن احنا عزائنا أن هناك في جهود تواكب هذه النسبة المرتفعة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. أكيد احنا مشاهدينا باسمكم نشكر الدكتورة رجاء عيد، استشارية جراحة عامة وجراحة المناظير وأورام الثدي والترميم، كل الشكر لك دكتورة، ما قصرتي. سلام، شكرا جزيلا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر، يعني هل تحس بسعادة كبيرة عند التسوق؟ هل تشتري أشياء ما تحتاج لها؟ هل تشعر بالندم بعد الشراء؟ هل تشوف أن التسوق قد يكون سبب من أسباب علاج القلق والتوتر؟ إذا كانت معظم إجاباتك بنعم فأنت شخص يعاني من إدمان التسوق. نتابع هذا التخرير ورجع لكم. إذا مشاهدينا موضوع مهم وإحنا بنتوسع في الحديث عنه، عن التسوق القهري والنظرة النفسية المرتبطة به، مع الأخصائية النفسية هدى جمالي. هلا فيك، حياك الله، سعدني تواجدي معك. الله يسلمك، حياك الله. يعني بداية، ما هي الأسباب العامة التي تؤدي ابنه يعني إحنا يعني إلى التسوق القهري يعني؟ أي نعم، طبعا الأسباب تختلف من شخص إلى آخر. قد تكون بسبب التوتر، قد يكون بسبب الاكتئاب، قد يكون بسبب الشعور بالنقص، فالشخص يقوم بالشراء من أجل خفض أو خلينا نقول يقلل من ضغوط الحياة اليومية، وأيضا لتعويض النقص في حياته. هو كذا أعتقد بيزيد الضغوط عليه هو من حيث لا يعلم. الضغوط المادية. إحنا جايين بنفصل إن شاء الله أكثر يعني، لكن إحنا يمكن طرحنا بعض التساؤلات في البداية وقلنا إذا هذه التساؤلات كانت الإجابة عليها بنعم فأنت تعاني يعني. بس إحنا محتاجين شوي نفصل في ذي الموضوع، يعني متى اليوم أنا أعرف إن أنا قاعد أتجاوز الحدود الطبيعية أو الوضع الطبيعي، يعني بمعنى متى أكتشف إن أنا عندي تسوق قهري؟ تمام، معنى كلمة قهري هي يعني خارج إرادة الشخص. إيه؟ فالشخص لما يشوف أنه هو قاعد يتسوق ومو قادر يوقف،
قاعد تشوف انه هو يشتري اشياء ما مو قاعد يستخدمها او ما يحتاجها، هني صار التسوق مشكله. هني صارت مشكله، مشكلة كبيرة. حقيقية. بعد يعني استاذ الاعلانات انا اعتقد لها دور، يعني طبعا وايد اشياء الاوفرات العروض هذه اللي تصير، الدش موقع اللي هو مثلا اللوتري ذي ويقول لك تخفيض 90%، يعني تاثير شلون تعاملوا ويا ذي الموضوع، ذي الجانب الاعلانات المغريه خلينا نقول، انا اعتقد ان هي سبب صح في تكريس حاله التسوق الغريئي. طبعا من ضمن الاستراتيجيات اللي تخلي الشخص انه هو ما خلينا نقول ينجرف وراء موضوع التسوق ومشكله التسوق القهري، انه هو يبتعد عن هذه المواقع اللي تعرض هذه الاعلانات، يبتعد عن مثلا التواجد في الاماكن اللي تسوي عروضات مثل المولات او المواقع الالكترونيه، عشان ما خلينا نقول يدخل في دوامه التسوق القهري. صعب استاذ، يعني في ناس يقول لك يعني انت بتحرمني من التسوق، بعد ما تبينا اشوف ما تبينا احنا نتكلم عن الشخص اذا عنده مشكله حقيقيه، اذا عنده مشكلة. فاحنا نرجع للاعراض اللي ذكرناها في البدايه، اذا طبقت عليك هذه الاعراض معناته انت تعاني من مشكله. يعني اعتقد في نظريه اخرى يعني الساده تقول بالعكس، يعني اذا انا كنت موجود في الموقع وقاعد اشوف الاعلانات وقاعد اشوف كل هالعروض والمغريات ذي واقاوم، يعني هذا هو هذا الوضع او هذه الحاله الصحيه. هذه الحاله الصحيه فعلا. بس هل انت تقدر تسيطر على نفسك وما تشتري؟ اذا هني ذي يعني كلامك يقودنا الى سؤال اخر وهو مهم، يعني شنو الخطوات الأولية اللي ممكن أن أنا أتخذها للتعامل مع هذه المشكلة؟ أولاً يعني الحل الأساسي حق أي مشكلة أن تعترف بوجود مشكلة. أوكي. عشان تحل المشكلة لازم تعترف أن أنا أعاني من التسوق القهري. حلو. الشيء الثاني أنا لازم أحط ميزانية محددة أمشي عليها، إذا ما قدرت هني أنا في مشكلة حقيقية فلازم ألجأ إلى مختصين يساعدوني. نعم. المشكلة دكتورة التكنولوجيا اليوم مغرياتها يعني نعم. أنا أعتقد أن يعني هو الشخص ومسألة حتى التسوق صار أسهل والدفع أيضا يعني اليوم أسهل. يعني بدل ما أنا أطلع وأروح مشوار ومجامع الفلاني وزاحمة اليوم أنا يعني حتى كبسة زر نعم. إيه بالضبط، يعني فأنا أعتقد أن أيضا الأصدقاء يعني الأهل بمعنى الدعم الاجتماعي له دور في يعني كبير. مساعدة صاحب هذه المشكلة التسوق القهري في التغلب عليها أو الحد منها. خليني أقول لك من باب تجربة شخصية وفصل فيها، إحنا نحب التجارب الشخصية. كنا مسافرين أنا وصديقتي، صديقتي عندها إدمان على شيء اسمه ملابس، يمكن هي الحين تابعني وتعرف روحها. ما جاء تحية. نعم. فأما أنا مثلا عندي إدمان على العطور، فاثنين عندنا اكتفاء. حلو. تمام. فأنا مجرد ما أشوف إن هي رايحة باتجاه محل فيه ملابس وعروض 70% 90% نفس ما ذكرت، سيدة أنا أسحبها أقولها لا ما تحتاجين، شريتي كذي في الطلعة الفلانية شريتي كذي، فهني شوي هي تهدأ وتسيطر على نفسها، بالإضافة لا يعني إن أنا أسحبها كذي أجرها بالغصب. فدور الأهل ودعم الأهل وايد مهم، لأن الشخص يحس إنه هو مو بروحه في 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 هذه المعركة، لأن هي حقيقة معركة. فبالتالي لما يكونوا الأصدقاء نفس في حالتي أنا وصديقتي، ندعم بعض نشجع بعض عشان نقاوم الرغبة في تسوق القهر. طيب إحنا تكلمنا عن الإجراءات اللي يعني ممكن إنه هو يتخذها. نعم. صاحب هذه المشكلة بشكل شخصي، وبعدين تكلمنا عن الدعم الاجتماعي المتمثل فيه الأصدقاء مثل ما تفضلتي والأسرة وكذا. نعم. متى يلجأ صاحب هذه المشكلة إلى المتخصص؟ طبعا احنا قلنا لازم هو يحط خطه ماليه، يحط ميزانيه يلتزم فيها، اذا ما قدر هني لازم يلجا الى المختص. طبعا اذا دعم الاصدقاء بعد نفس يعني الصديق يجر جر وهو ما يرضى ويتهاوش ويا صديقه علشان يدش هالمحل، هني لازم يروح حق مختص، يلجا حق مختص. ولا بتتفاقم المشكله؟ تتفاقم بشكل كبير، ونفس ما قلنا هو ادمان. ومن خلال يعني انت تجربتك يعني شفت ان هناك في الكثير من قصص النجاح يعني متعلقه بالمختصين. اي نعم. عالجوها يعني. اي نعم. في كثير من الحالات كانت تعاني من خلينا نقول التسوق القهري. أوكي. وقدرت ان هي تسيطر على هذه المشكله بعد ما اعترفت بوجود المشكله وصاروا واعيين عليها. نعم. ولجأوا لمساعده المختصين والحمد لله اتشافوا. دائما يعني واحنا نقرا وخصوصا فريق العمل وهم يحضرون حق ذي الفقره، يعني دائما يقرون مصطلح اللي هو العلاج السلوكي المعرفي واثره في علاج هذه المشكله.
خلينا احنا بس نذكر المشاهدين بمعنى العلاج السلوكي المعرفي ودوره وأثره في علاج هذه المشكلة. تمام. في عندي دكتور الله يذكره بالخير لما يحاول يقنع الآخرين أن يروحون حق العلاج النفسي يقول لهم علاج بالكلام علاج بالكلام. فالعلاج المعرفي السلوكي من اسمه يبين معرفي، معناته أن احنا نشتغل على الأفكار، وسلوكي نشتغل على السلوك، فهو يشتغل على تغيير الأفكار وتعديل السلوك في الوقت نفسه. نقول إحنا الأفكار الاستهلاكية والسلوك الاستهلاكي. أي نعم، أحسنت. صحيح؟ أي نعم، صحيح. حلو، حلو. أيضاً الوعي، الوعي المالي عند الناس ممكن أنه يكون له يعني دور إيجابي في علاج هذه المشكلة، صح؟ نعم. تفصل لنا في هذا الجانب. بداية الوعي المالي لازم يبدأ بوضع خطة مالية واضحة. فإذا كان الإنسان ما عنده خطة مالية، مجرد ما ينزل الراتب وهو يبدي يعني يصرفها في كل مكان، هني أكيد راح يدش في دوامة التسوق القهري. فلازم يكون عنده خطة يلتزم فيها، إذا ما التزم فيها نرجع نقول لازم يلجأ إلى مختص أو مساعدة المقربين منه. يعني احنا قلنا الحين اللي هو الجهد الذاتي، خطوات يتخذها الشخص، وقلنا دور الدور الاجتماعي المتبثل للأصدقاء والأسرة، وتكلمنا عن الآن اللي هو دور المختصين. هل هناك في أدوات أخرى متاحة للأفراد يمكن استغلالها، يمكن الأخذ بها في علاج هذه المشكلة؟ طبعاً أنت ذكرت في البداية أن الحين مع التطور التكنولوجي صار يعني بسهولة أن احنا نوصل حق خلينا نقول السوق أو أن احنا نشتري، لكن في الحقيقة عندنا بعد الكثير من التطبيقات اللي تساعدك أن أنت تحط خطة مالية، توضع الميزانية، في مقالات وكتب ممكن تساعدك وتزيد عندك الوعي، وفي برامج تأهيلية وجلسات علاجية مخصصة لهالنوع من هالمشاكل. المشكلة أن يعني في أشخاص يروحون يشترون شغلة فيحسون بالرضا والراحة وفرح، يحس روحه في حالة من الفرح، يرجع البيت يندم. فذي قدنا إلى سؤال اليوم، يعني كيف يمكن للأشخاص يعني استعادة السيطرة خلينا نقول إحنا على الجانب المالي مثلا أو الوعي المالي إذا جاز لي التعبير، يعني بعد تجربة التسوق القهري، شلون هم يستعدون السيطرة على حياتهم يعني بشكل عام؟ لأن إحنا نتكلم يعني هذه ممكن يؤدي إلى شيء من الانحراف للحياة، لحياة الفرد بشكل عام. طبعاً تأثر. نعم. إيه، ندم، رضا، ندم، رضا، ندم، وبعدين يحس روحه أنه هو مشتت، مو قادر يسيطر على روحه، بالتالي هو ينحرف أو مسار حياته ينحرف إلى حد ما. طبعاً. شلون سيطر على الوضع؟ السيطرة تبدأ بعلاج المشكلة. إحنا ذكرنا إن الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل أو هو الحل كله طبعاً. نعم. فإذا أنت كان عندك الوعي بالمشكلة وحليت هذه المشكلة وتعافيت من الإدمان أو من خلينا نقول التسوق القهري، أنت هني حليت نص المشكلة. جميل. ممكن أنت في 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 بعد ما حطيت هذه الخطة نفس ما قلنا في البداية، الخطة المالية والميزانية المحددة وتلتزم فيها، إذا حسيت إنه وايد صعب عليك لازم تطور عندك الوعي أكثر وتلجأ لشخص يساعدك، سواء كان من مقربين أو أخصائي نفسي أو أيا كان نوع الأخصائي اللي بتروح له عشان يساعدك أن تلتزم. جميل. أنا سألتك عن قصص نجاح مرتبطة بالمختصين، مرت عليك قصص نجاح يعني قدروا أصحابه أنهم يعالجون ذي المشكلة بشكل ذاتي، يعني خذوا بأسباب معينة ونجحوا في تجاوز هذه المشكلة بدون اللجوء إلى صديق أو مختص أو كذا، مروا عليك؟ ممكن نبي أقول شوي نعزز الأمل. ممكن أقول أنا شخصيا أنا كنت أعاني من إدمان العطور، هذه فضيحة. لا لا ما عليك، احنا ما نقول حق احد كلنا. لا فعلا كانت مشكلة. كانت مشكلة. قدرت ان انا اخلي ميزانية او اخلي استراتيجات معينة ما بذكرها الحين عشان ما تصير ضدي، فقدرت ان انا اسيطر على مشكلة ادمان العطور، والحمد لله نجحت. فهذه يعني مثال حي موجود انا قدامكم. الحمد لله. اذا احنا مشاهدين قد نقدمكم يعني مثال حي، يعني قدرت هي بشكل ذاتي انها تغلب على مشكله التسوق القهري، كانت عندها مشكله ادمان العطور. وبعدين بقول لك من ما يدمن العطور؟ لا، في يعني في فرق بين ادمان طبيعي وادمان قهري، تسوق قهري. هني نرجع حق تحديد المصطلحات. كان شيء قهري. احنا محتاجين لقاءات اخرى لان الموضوع مهم جدا، لكن خلينا نختم لقاء اليوم برساله توجهينها الى من يعاني من هذه المشكله. أحب أقول لهم أن أنتم مو بروحكم، وأن لكل مشكلة حل.
المهم ان احنا نبدا بالتغيير سواء كان اللجوء الى مختصين او اللجوء للاشخاص المقربين منكم. جميل، يعني اكيد احنا مشاهدينا باسمكم نشكر الاخصائيه النفسيه هدى جمال، كل الشكر لك، ما قصرتي، كفيتي ووفيتي. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا، من الصحه النفسيه الى فقرات انجازات رياضيه، اول امراه في البحرين والخليج تحصل على منصب مساعد مدرب للفريق الاول لكره السله، نبذه بسيطه عنها في هالتقرير وراجعين تعرف عليها بشكل اكثر. تعتبر فاطمة رياض رمزاً للتميز والريادة في مجال كرة السلة في البحرين والخليج العربي، فهي أول امرأة تحصل على منصب مساعد مدرب لفريق الرجال والسيدات في كرة السلة، مما يعكس قدرتها على تجاوز الحواجز وتحقيق إنجازات بارزة في رياضة يهيمن عليها الذكور. فاطمة خريجة إدارة الأعمال من جامعة العلوم التطبيقية، ولديها دبلوم في كرة السلة من جامعة بلغراد في صربيا، بالإضافة إلى حصولها على مستوى رابع في برنامج المدربين الوطنيين في البحرين والمستوى الثاني من FIBA. على مدار 10 سنوات من التدريب، قدمت فاطمة مساهمات كبيرة في تطوير كرة السلة سواء على مستوى الناشئين أو السيدات. عملت كمساعد مدرب لمنتخب السيدات ومدرب لعدة أندية، وأيضاً كمدرب في دوري الجامعات، كما أنها عضو نشط في لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي، مما يعكس التزامها بدعم المرأة في الرياضة. ورجعنا لكم مشاهدين الكرام من بعد هذا التقرير، ومعنا في الاستديو كابتن فاطمة رياض، أول امرأة بحرينية وخليجية تقتحم هذا المجال، بنفصل فيه أكثر. مساك الله بالخير. مشكورين على الاستضافة. شلونك أنت؟ اللي شكرا يعني على جهودك، شكرا لأن أنت اليوم سفيرة تمثلينا، وشكرا على قبول دعوتنا. أكيد، ليش مجال السلة تحديدا؟ يعني تشوف أنا في البداية من صغرتي لعبت كذا لعبة، لعبت سباحة كنت في منتخب السباحة، بعدين لعبت تايكواندو كنت في منتخب تايكواندو، آخر شيء لعبت سلة، فشفت أن أنا منجذبة حق الذكاء السلوي، حبيت اللعبة، حبيت الذكاء اللي فيها، فأنا هي لعبة ذكاء صحيح. إيه. فأنا لعبت، عقب ما لعبت قلت إنزين ليش ما أتجه حق التدريب عشان أمكن اللاعبين واللاعبات الموجودين في البحرين. عشان كذا هاي كان اول هدف ان انا اروح في مجال التدريب. انت قلت اللاعبين واللاعبات، لكنك انت اتجهتي الى اللاعبين. صح. طيب كلمينا عن تجربتك اليوم كانثى ومساعد مدرب لفريق سله رجالي عندنا في البحرين، كلمينا عن هذه التجربه. هي تجربه مثيره للاهتمام. تجربه حلوه، كانت صعبه، مريت بكل المراحل. شفت الحلو والشين في نفس الوقت. حلو. بس الحلو ان المجتمع الرياضي تقبل فكره وجود المراه، وانه كان في تشجيع ودعم من الجميع الموجودين. سواء كانوا مدربين، اداريين، فنيين، وطبعا الانديه والاتحاد ما قصروا ويانا. نعم، هل ممكن تتجهين ايضا الى تدريب الاناث ولا فقط احنا؟ لا، حاليا انا مركزه على تدريب الرجال. الرجال ما يزعلون؟ بيقول لك الاقربون اول المعروف. ما فيها. طيب انت تكلمتي وقلتي زين والشين، صح؟ احنا ما بنقول الشين لكن بنقول احنا التحديات، هل في تحديات انت واجهتيها؟ طبعا التحديات، اول تحدي واجهته في المجال انه هو كان يعني مجتمع عليه طابع الرجالي اكثر، ما في مدربات. فوجودي كان في البداية ما كان في تقبل الكثير من الجميع، بس بعدين كسرت هالحاجز. أنا يعني أنا كنت موجودة مو موجودة، أنا ما جيت اليوم غيري بيجي باكر. صحيح صحيح. هذا أول تحدي. التحدي الثاني طبعاً يعني الوقت، مسألة الدوام والتدريب والبنية الصغيرة اللي عندي، شلون أوازن وقتي. فهي الشيء الوحيد اللي انت بس. والدتك الله يحفظها بعد هي مدربة كرة سلة. مدربة كرة سلة. أنا أعتقد أن هذه أثر. أيوة. إلى حد ما. بس هي كانت تدرب ذكور ولا إناث؟ لا، هي كانت تدرب نسوان. نسوان. أيوة. قلت تسوون بالانس يعني ترضون.
هي شيء وانا شيء. طيب كلمينا عنه، بالتاكيد هو كان له دور ايجابي ودور مؤثر، وانا اعتقد انه هو دور ملهم ايضا. طبعا يعني انا اذكر كنت اروح التمارين وياها من يوم انا صغيره، حتى يوم لعبت العاب غير كنت اروح وياها التمارين، اشوفها تزف البنات، اشوفها تصارخ، اشوفها تقول سووا كذي، روحوا ديفنس هلون، سووا اوفيس كذي. لا اللعبه حلوه، اللعبه فيها يعني نفس ما قلت لك ذكاء، فهاي الشيء شدني وايد، وخصوصا اذا يعني تدرب فريق، تدرب سواء منتخب، يعني تشوف تشكيل اللاعبين، انت تمر عليك شخصيات مو شخصيه واحده، انت متعامل ويا لاعبين 12 لاعب في الفريق. فحتى حب التعامل ويا اللاعبين، فهاي الشيء وايد جذبني. تخصص اداره الاعمال من التخصصات اللي يكون لها انعكاس على تقريبا كل مجالات العمل، يعني في النهايه هو تخصص شامل يعني. انا هني اسال، انت درستي هذا التخصص، شلون انعكس على ذي المجال، مجال تدريب كرة السلة؟ يعني طبعا يعني دراسة إدارة الأعمال خلاني شنو، أنه أنا أقدر أن أخذ الحلول والقرارات، أتخذ قرار في الأوقات وين الصعبة. وعطاني التخطيط الاستراتيجي حق شنو مدة سنة، لأن إحنا إذا كمدربين كرة سلة لازم يكون عندنا خطة سنوية. فالتخطيط الاستراتيجي يساعدني على شنو، على وصول أهدافي طبعا ويا لاعبيني والفريق بشكل عام. جميل. البرنامج الوطني لتدريب طبعا المدربين يعني مهم، انا اعتقد بعد مهم ان احنا نسال كيف هو يعني يساهم في صقل مهاراتكم، في تعزيز الثقه عندكم بالنفس فيما يتعلق بهذه المهمه، وهي مهمه يعني مهمه قياديه مدرب. صح يعني يكلمينا عن دور هذا البرنامج الوطني طموح. يعني الاكاديميه الاولمبيه البحرينيه ما قصرت بتوفيرها هذه الشهاده بالتعاون ويا كندا، فهم دائما يكونوا موجودين ويانا علميا وعمليا. فغير احنا نتعلم منهم علميا، في عمليا في البدايه في المستويات، هم طبعا اربع مستويات. فانت من تكمل المستوى الرابع يكون عندك دبلوم رياضه، فهم مو مقصرون يعني اي شيء، يعني لان انا خريجه اداره اعمال بعدين اتجهت للرياضه، فهم علموني الرياضه بشكل عام، وايش يعني ما قصروا، اي استفسار كان عندي يعني انا كنت وايد ازعجهم واطلع لهم بالهاي، فكانوا يساعدوني يعني. في سياق الكلام يعني تكلمت لما انا سالتك عن التحديات، انت قلت بشكل عام كان في حاجز يعني. احنا نتكلم هنا كنظره مجتمع، لكن انا خليني شوي ادش في التفاصيل. يعني اليوم الشباب منتخبنا احنا الاول لكره السله، شلون تعاملهم وياك؟ متقبلين ذي الفكره؟ بتفاعلي معاها بشكل ايجابي يعني بشكل عام؟ يعني احنا شوف هم الفريق يعني انا الحين صار لي ثلاث مواسم ويا نادي النجمه، هم متقبليني كأنا مدرب، يعني حالي حال اي مدرب ثاني، سواء انا بنيه ريال اي شيء، انا مدرب في النهايه، مدرب انا موجوده عشان انا استفيد منكم وانتم تستفيدون مني والعكس صحيح. صحيح. فيعني ما تفرق انا شنو كنت، وهم اوريدي مو مقصرين وقاعد يساعدوني ان انا اصلا اخطي خطوه قدام. نعم. انت هذه الحين اللي قلتي هذه ردك صح؟ اي زين، احنا خلينا نشوف هم ايش قالوا. اي زين اوكي. تسمحي لنا؟ اي ما في مشكله. يلا مشاهدينا نروح نسمع ايش قالوا هم. اول مره صراحه امانه ان اشتغل مع فاطمه رياض، الكابتن فاطمه رياض، وبس كنت اشوفها يعني شي واز فيري اكتف من صوب الاتحاد البحريني لكره السله، وكانت اكتف في كذا كوميتيز يعني ريليتد تو باسكت بول، وما شاء الله عليها يعني داشه دورات وكل هالامور، وان شاء الله يعني نتوفق مع بعض وناخذ الفريق من مرحله لمراحل وايد ارفع ان شاء الله باذن الله. يعني فاطمه رياض مدرب مجتهده، كانت معنا قبل سنتين مساعده مدربه كانت، وكان يسوي ستاتس الفيديو ذلين، وايد مجتهده، قاعد تطور روحه، كورسات وذلين، يعني تستاهل ويانا نكون الفريق ان شاء الله. فاطمه رياض من احسن مدربات في البحرين، يعني من الشباب اللي متطورين. البنت الوحيده الحين حاليا في كره السله في التدريب، وهي بالعكس شيء دافع لها، يعني من قبل كانت تقول ان هي تبي توصل توصل للفريق اول، والحمد لله ان هي مسكت يعني. شغلاتها بتكون اكثر يعني تطوير اللاعبين الصغار، خاصه ناس ما شفت لاعبيننا كلهم صغار، يعني هي خبره عندها في تطوير لاعبين شباب، كذا لاعب مطوراتهم ومدربه جامعات، يعني عارفه لاعبين البحرين، عندها شغف انها تبي تتعلم وتبي توصل وتبي تكون انفولف في كره السله، يعني عندها شغف كره السله، تحب كره السله. الكوميونيكيشن سكيلز، يعني عندها طريقه توصل المعلومات حق اللاعبين طريقه زينه، يعني طريقتها يعني طريقتهم يعني تعطيهم حريه اكثر اللي يتكلمون معاها،
تطورهم بطريقه ناحيه المنتلي خاصه دارسي هاي الشيء. احنا فخورين في فاطمه الرياض، يمكن اول مدربه مدربه بتكون يعني بنيه بتكون في فئه رجال، مو في البحرين، في البحرين والخليج بعد هي. يعني وهي قاعد تطور روحها وايد، علاقتها مع اللاعبين يعني نتورك مع اللاعبين وايد كلوز، وحتى قاعد تحضر دورات داخل البحرين خارج البحرين، يعني قاعد تطور روحها. يعني هي حبها هالشغله هي، يعني عندها بلان تستاهل فاطمه الرياض. ما شاء الله عليها يعني she's very nice يعني كذا. ساعات تدري يعني دائما الاسيستنت كوتش لازم يكون قريب حق اللاعبين، فلازم تكون شوي سوفت اكثر من المدرب يعني. فاعتقد يعني بتكون فرصه جيده انها تكون مع الفرق الهاي، واحنا طبعا دائما وي امباور جيرلز وومن يعني ان يكونون انفولف معنا اكثر يعني. نتفق وياكم، شيز فيري نايس صراحة. كلام إيجابي يعني، ومتفقين معاك وإحنا متفقين معاك للأمانة. يعني خلينا إحنا بعد اليوم نسأل عن دور المرأة. اليوم أنت نموذج مشرف، وإحنا بعد أيضا استضفنا الكثير من النماذج يعني المشرفة من خلال برنامج مساء الخير. اليوم أصبح أنا أعتقد أن دور المرأة في الرياضة وعلى الصعيد الرياضي دور مهم وحيوي ودور مكمل لدور الرجل، ولا يمكن أن يستغنى عن هذا الدور. شلون تعلقين؟ يعني أكيد دور المرأة في الرياضة وايد مهم، وتشوف النتائج اللي حققناها في أولمبياد باريس. لا بني احنا حق الانجازات بني بنفصل في بس يعني دور المرأة في الرياضة دائما يكون عنصر وايد مهم، سواء هو في بناء شخصية اللاعب والمدربة او اي شيء بشكل عام. نعم يعني، وهذه الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للاستراتيجيات اللي اتبعت يعني اتبعتها الدولة من خلال الجهات الرسمية والأهلية ايضا ذات العلاقة، بحيث انهم اليوم قدروا انهم يمكنون المرأة من هذا المجال، وبالتالي اصبح دور المرأة دور مهم ودور حيوي، لم يعد يعني مجرد دور لدواعي الاستهلاك الإعلامي، لا بالعكس هو دور حقيقي ونحتاجه للأمانة بدليل الانجازات اللي تكلمت عنها. احنا بنتطرق عن الانجازات وانجازات الشخصيه اللي تفتخرين بها، لكن خليني انا اسالك قبل عن يعني ايضا دور الهيئه العامه للرياضه باعتبارك ان انت موظفه فيها. بالتاكيد ايضا هي كان لها اثر ايجابي يعني في تعزيز يعني وجودك في هذا المجال. طبعا نعم. طبعا الهيئه العامه للرياضه برئاسه سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه والدكتور عبد الرحمن عسكر، هم مو مقصرين ويا اللاعبات والمدربات في البحرين الرياضيين بشكل عام يعني. صحيح. بس احنا يعني خلنا على الصوب، احنا يبي لنا اهتمام ازيد يعني بصراحه. اي شيء احنا محتاجينه في المجال التدريب، مجال التطوير، المعسكرات، كل شيء متوفر لنا. واكتشفت انا يعني اول شيء كنت في قطاع خاص بعدين رحت القطاع الحكومي، اكتشفت ان فريق عمل الهيئه فريق قوي، عمل جبار يسوونه 24 ساعه. احنا ما كنا ندري ان الهيئه العامه للرياضه تسوي كل دي في البحرين، فهم قاعد يساهمون على يعني شنو تحقيق الانجاز الرياضي في البحرين، وهو مو بشيء سهل. لا طبعا طبعا هي استراتيجيه ومرسومه، وبالتالي الجهات التنفيذيه ترسم الخطط على ضوء هذه الاستراتيجيه، الهيئه العامه للرياضه من الهيئات والجهات الرسميه المبدعه حقيقه، واحنا قاعدين نشوف النتائج اليوم والمشاهدين ايضا، وانت اليوم نموذج يعني احنا نقدمه من خلال هذا البرنامج. كلمينا عن انجازاتك الشخصيه الان، الانجازات اللي تفتخرين بها اللافته بالنسبه لك. يعني انا اول شيء فخوره بكوني مدربه كره سله، هذه اول شيء انا افتخر فيه. فخورين ترى. إيه؟ نعم. يعني وفخوره ان انا اكون مثل اعلى حق المدربات الجايين صادات واللاعبات الصغار. يعني انت مجرد تيك لاعبه عقب مباراه تقول انا وايد احبك انا فخوره فيك، هاي الشيء بروحه يعني لي وايد، ان انا لازم اكون دائما ان اكون لهم شيء يعني مثل اعلى. والشيء الثاني اللي فخوره فيه اللاعبين اللي كنت ادربهم في الناشئين والشباب كلهم الحين اصعدوا نصهم في المنتخب. فيعني هاي شيء يعني لي وايد، اوكي انا دربكم اشتغلت وياكم من يوم انتم صغار، الحين شوفوا وين وصلتوا. نعم. أي. اليوم انت بحكم وجودك في 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 هذا المجال وهو مجال مؤثر ووجود ايضا مؤثر، شلون تساهمين في تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين اليوم؟ طبعا برئاسه الشيخه حصه احنا في لجنه تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي نساعد على تمكين المراه في المجال الرياضي. نعم. نخلق لها الفرص، نخلق لهم ان هم يسافرون مثل ما قلت معسكرات، يسافرون دورات،
نجيب لهم الدورات لعندهم للاتحادات للأندية نحببهم في المشاركة. نروح المدارس نزور المدارس نكتشف المواهب الرياضية الصغيرة وبعدين نتبناهم المواهب ونساعد في تطوير المنتخبات. بالنسبة حق المرأة أو الأنثى في البحرين، يعني شلون تفاعلوا هذه اللعبة؟ شلون إقبالها على هذه اللعبة؟ لها شعبية عند يعني كرة السلة؟ عند كنا مثلاً كرة السلة ما في أحد في البحرين ما يشجع. من وجهة نظرك أنت يعني إيه؟ أي اللعبة لها قاعدة شعبية جماهيرية عودة. لا ما أتكلم عن القاعدة الجماهيرية الآن، هو طبعاً لها جماهير أكيد بالتأكيد، يعني أتكلم كإقبال الأنثى كلعب ولا تدريب؟ كلعب وتدريب. وتدريب لا، انت اليوم حاله استثنائيه بالنسبه لنا اكيد، وان شاء الله تكون انت سبب في ان شاء الله يعني ان يكون عندنا المزيد من المدربات في المستقبل. بس انا اتكلم كلعب طبعا الانديه البحرينيه مو مقصرين، فاتحين المجال حق كل اللاعبات اللي تبي تلعب تروح تسجل وتلعب. وعندنا الحين حاليا دوره الالعاب المدرسيه اللي صايره من ايون في بنات يلعبون 3-on-3. عندنا بنات ما شاء الله عليهم مواهب، يعني في المستقبل ذلين بيجيبون إنجازات رياضية لنا، هاي أنا متأكدة فيهم. والطول عندنا متوفر ولا؟ في بنات أطول مني بوي ما شاء الله عليهم صغار. زين والله خوش بشارة ذي، بشارة طيبة، كل التوفيق إن شاء الله. طيب إحنا يعني أنت كنت تتكلمين قبل شوي عن شيء تفتخرين فيه اللي دربتيهم أنت في الأشبال وصاروا الآن في المنتخب. نعم، والآن أنتوا عندكم مبادرات تستهدف إلى يعني استقطاب يعني العنصر النسائي. صح. للعب كرة السلة، شنو الرسالة اليوم توجهينها للأجيال الحديثة؟ طبعا رسالتي تكون أن دائما طمحوا أن أنتوا توصلون للأفضل أو توصلون للهدف اللي أنتوا حاطينه في بالكم. ما في شيء سهل، بتمرون بعواقب وصعاب، بس أنه يعني بالمثابرة والاجتهاد إن شاء الله بإذن الله بتوصلون حق الهدف المطلوب. نعم طبعا انت تلمسين يعني ردود فعل المجتمع الرياضي على الانجازات الشخصيه اللي تحققينها، صح؟ صح تشعرين بها واصله لك. اي يعني اذا احنا نتكلم عن بيئه صحيه وداعمه اكيد، يعني هذا مؤشر يعني مهم. شنو رؤيتك المستقبليه لكره السله البحرينيه؟ سؤال نختم فيه. رؤيتي المستقبليه ان شاء الله نوصل للعالميه. نقدر؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ما في شيء مستحيل. يعني ما في شيء مستحيل، وكانت يعني دليل يعني. يعني مشاهدينا، فاطمة رياض امرأة تسعى لتحقيق أحلامها في عالم الرياضة، أثبتت أن العزيمة والإصرار يمكن أن يحطم الحواجز ويؤسس فرص جديدة. إنجازاتها ليست مجرد خطوة نحو الأمام للمرأة في البحرين، بل هي أيضا دعوة للجميع لدعم وتعزيز دور النساء في الرياضة. نتمنى أكيد لك المزيد من النجاحات والتقدم، ونتمنى إن شاء الله نحن نشوف المزيد من النماذج المشرفة حقيقة. بإذن الله كل التوفيق لك. شكرا. شكرا على قبول الدعوة. شكرا. وصلنا معاكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم، نشوفكم باكر في نفس الموعد في أمان الله.